بسم الله ما شاء الله، لنحمل تبارك فيها الله، اللهم من صل على زوج سيدنا محمد. وزوجين اثنين ما وأهلك، شاء الله وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ما شاء آمن، الله ما شاء وما الله ما شاء الله آمن تبارك معه الله إلا ما شاء الله قليل. تبارك الله وقال اركبوا ما فيها شاء الله بسم تبارك الله الله مجريها ومرساها ما شاء الله إن ربي لغفور رحيم. ما وهي شاء الله تجري ب ما شاء الله. هذا أخي العزيز أبو طلال، الله يحفظك. هذا عسل الزهور الصيفي، ما شاء الله تبارك الله، إنتاج مناحل أخوك أبو حمدان. شوف يا سيدي الكريم، قمة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف يا سيدي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله. لا تقول روسي ولا أوكراني ولا قوقازي، عسل أبيض كريمي بلدي درجة أولى ما شاء الله. ما شاء الله لنا تجارب فيه، بعض الأخوة جربوه، تجارب يعني شخصية لهم. الحمد لله صلنا كم سنة ونحن نشتغل عليه، لغاية ما وصلنا إلى الإنتاج هذا النوع من الأعسال في دولة الإمارات العربية المتحدة. اللهم صل على سيدنا محمد. للقولون، الأمراض المعدة، للزكام، الإمساك المزمن، مفيد جدا ما شاء الله. العسل الأبيض فوائده معروفة، ممكن الواحد يرجع ويقرأ عن فوائد العسل الأبيض، حتى لعضلات القلب فوائده طيبة جدا. أنا شخصيا أستخدمه يوميا ما شاء الله، مع ماء دافي قبل النوم، وممكن يستخدم صباح على الريق ملعقتين، مع ملعقتين زيت الزيتون مع ماء دافي قبل الإفطار. رائع جدا ما شاء الله، طعم جميل جدا جدا. هذا وسلامتك يا حبيب، الله يحفظك أخي أبو طلال، بارك فيك، طول عمرك، تقبل تحياتي يا عزيزي، الله يحفظك، مرحبا.